اهلا بكل اصحابنا في الرحله السعيده وباصحابي اللي معانا النهارده كمان في حكايه جديده من حكايات ماما سماح. حكايتنا النهارده يا اصحابي هنروح فيها لمكان يمكن كتير من اصحابي ما شافوهوش، او كتير من اصحابي ممكن يكونوا عدوا عليه وهم راكبين القطر بس ما خدوش بالهم منه. هنروح لحقل من حقول القمح. شايفين سنابل القمح حلوه ازاي؟ عارفين ان القمح ده بيدخل في حاجات كتير قوي من اللي احنا بناكلها، يعني في الخبز اللي هو العيش وفي الحلويات وفي البسكوتات وكل الحاجات الحلوه اللي احنا بنحبها بيدخل فيها ايه؟ سنابل القمح، او بيدخل فيها ايه؟ حبوب القمح. في حقل القمح السنابل كلها يوم عن يوم بتكبر بشكلها جميل زي ما احنا شايفين وكده. قرب موسم الحصاد. يعني ايه الحصاد؟ يعني الوقت اللي بيجي ان احنا بقى ايه ناخد السنابل دي ونطلع منها حبوب القمح. شعاع الشمس نزل في الحقل وبدا يسال كل سنبله، يقول لها انت بتتمني ايه؟ ايه امنيتك يا سنبله بعد ما تسيبي حقل القمح بقى وتبقي كده حره؟ سنبله من السنابل قالت انا نفسي ابقى موجوده في فطيره كده حلوه جميله طريه من اللي بيحبوها الاطفال، فيها كده شوكولاته، فيها بلح، فيها حاجات حلوه من المغذيه اللي الاطفال بياكلوها. السنبله بقى بطلت قصتنا كان ليها امنيه مختلفه تماما. الحقل بتاع القمح ده يا اصحابي كان بالظبط قدام شريط القطر، قدام القضبان بتاعه القطر. كل يوم كان القطر يعدي قدام الحقل، كل يوم يعدي رايح ويعدي راجع. السنبوله بطلت قصتنا كانت تفضل تراقب القطر وتفرح قوي لما تسمع صوته، تقول ايه ياه انت بقى سيب الارض دي اللي انا طول النهار كده فيها واروح اقعد على شباك القطر اتفرج على البلاد واسافر واروح كل حته. فعلا شعاع الشمس حقق لكل سنبوله امنيتها. صحت الصبح السنابل وجي شعاع الشمس واخد كل واحده منهم وداها المكان اللي هي اتمنت تكون فيه. راحت بقى السنبله عند شباك القطر وقعدت عند الشباك. مر يوم واتنين وبدات تحس بالزهق. صوت القطر عالي قوي قوي قوي. الصوت ده لما كانت في الحقل بتسمعه كان بيبقى بعيد، لكن لما قعدت على شباك القطر الصوت بقى ايه؟ عالي ومزعج. تاني حاجه قاعده في مكان ضيق قوي 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 في حته صغيره في الشباك، كانت حاسه انها متضايقه مخنوقه. لكن بقى الحاجه اللي خوفتها قوي 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 يا اصحابي ان في يوم من الايام القطر عدى عند برج حمام. عارفين برج الحمام شكله ايه؟ بيبقى كده طويل وفيه خروم بيعيش فيها الحمام ويطلع يطير ويرجع تاني. حمامه جت من البرج ده وقفت عند الشباك. تفتكروا السنبوله بقى تحس بايه وقتها؟ انها ايه؟ خايفه. انها خايفه. لما كانت في الحقل كان في حاجه بتحميها، معرفش انتوا شفتوا ولا لا، لما بتركبوا القطر بتعدوا على الحقول بتلاقوا حاجه واقفه كده احنا بنسميها خيال المآتة. ايه خيال المآتة؟ بيبقى عباره عن خشب ملبسينه لبس فلاح وحاطين مثلا عليه شال او حاطين عليه اللبس اللي بيلبسه الفلاح على راسه كده، عمه او حاجه، عشان الطيور اللي بتاكل المحاصيل تفتكر ان ده راجل حقيقي وما تقرب لهاش، ما تقربش للزرع اللي في الحقل وتاكله. افتكرت السنبله خيال المآتة اللي كانت دايما زهقانه من وجوده في الحقل، وقالت ياه ده كان فعلا بيحمينا من اي طائر يدخل ياكل المحاصيل اللي موجوده وياكلنا معاها. طب دلوقتي انا اعمل ايه؟ يا رب الحمامه ما تاكلنيش، يا رب يا رب. طول ما الحمامه كانت واقفه على الشباك السنبله بتترعش وخايفه وعماله تتحرك عند شباك القطر وهي خلاص حاسه انها هتقع. الحمد لله في اخر لحظه القطر اتحرك والحمامه طارت. طول السكه والسنبله عماله تفكر، يا ترى انا اتصرفت صح ولا اتصرفت غلط؟ وقف القطر شويه وطلع القطر الفلاح الطيب اللي كان هو اللي بيسقي الزرع وبيسقي السنابل وهو اللي دايما بيعتني بالحقل اللي السنبله كانت عايشه فيه. قعد الفلاح جنب الشباك. تفتكروا عرف السنبله؟ لا. عرفها؟ لا. هي شافته قالت له ايه؟ أنا هنا. مش سامعها. أنت مش فاكرني، ده أنت اللي كنت بتطبطب عليا كل يوم لما كنت بتسقي الحقل بالمية، أنت مش عارفني. سمعها؟ سمعهاش. افتكرها؟ ما افتكرهاش. شوية
والقطر مشي 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 ووقف تاني قدام الحقل اللي كانت فيه السنبلة. كل الناس اللي راكبه في القطر بصوا قالوا الله ايه الحقل الجميل ده. واحد كده قاعد في القطر قال لهم يا سلام، لما شعاع الشمس كده بينزل على السنابل بيخلي لونها زي بالظبط قطع الذهب، لان الشمس ذهبيه والقمح بيبقى لونه كده لونه يعني مدي على ذهبي شويه، لما الشمس بتلمسه او بتيجي عليه بيبرق زي الذهب. واحده تانية قالت لا، وبالليل لما القمر يطلع في السماء نور القمر على السنابل بيبقى عامل زي حبات اللؤلؤ. السنبله فرحانه تقول لهم ما هو انا كنت هنا، ده كان بيتي. هم سمعوها؟ لا. هم شافوها؟ لا ابدا، محدش حاسس بيها. مش القطر شويه وقالت ايه، ايه ده، انا هنا لا حد سامعني ولا حد شايفني ولا اصحابي جنبي. انا لما كنت في الحقل كنت طول اليوم العصافير تيجي كده وتغني اتبسط بيها، السنابل الهوا يجي السنابل كلها تميل على بعض كده كانها بتحضن بعض، لما حتى الفلاح كان يجي يسقينا كان يطبطب على كل سنبله وكانه بيسلم عليها. انا هنا محدش حاسس بيا ولا حد عارفني، حتى الفلاح الطيب اللي كنت كل يوم بشوفه طلع القطر ومعرفنيش. مشي شوية القطر ووقف، وطلع القطر مين؟ طلع القطر بياع الفطير. بياع الفطير شايل صندوق كبير مليان فطير، عمال يقول الفطير اللذيذ، مين ياكل مني الفطير اللذيذ؟ الأطفال كلهم قالوا أنا عايز وأنا عايزة وأنا عايز. بدأوا كلهم يشتروا منه الفطير وياكلوه. أول طفل قطم الفطيرة بتبص السنبلة لقيت ضحكة حد عارفاه. عارفين مين؟ مين اللي كانت بتضحك جوه الفطيرة دي؟ السنبلة. السنبلة صاحبتها اللي قالت أنا نفسي أبقى جوه فطيرة ياكلها طفل. الطفل ضحك، السنبلة ضحكت. الطفل اتبسط، السنبلة اتبسطت، لأنها رسمت السعادة على وش طفل جميل أكلها وشبع واتبسط بيها. يا بختك، انت بتضحكي وانا هنا قاعده زعلانه وحزينه. انت صحيح دلوقتي مش موجوده جنبي، لكن انا شفت ضحكتك لما الطفل الجميل اكلك واتبسط. كمان الطفل هو بياكل وقعت فتافيت من الفطيره، وقعت على الشباك لان الطفل كان قاعد جنب الشباك. بسرعه 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 جم كل العصافير عند الشباك واكلوا فتافيت الفطيره وضحكوا واتبسطوا وغنوا. تاني شافت ضحكه مين؟ مين اللي ضحكت لما العصافير ضحكوا؟ السنبلة. كل ما حد ياكل منها تضحك، حتى الفتفيت بتاعتها لما العصافير كلتها ضحكت. طب وانا؟ انا ليه ما بضحكش؟ عشان انا ما حبيتش ان انا اساعد حد، ولا ان انا اكون في حاجه ممكن حد يستفيد بيها. مش القطر، مش القطر، مش القطر، وشويه وطلع بياع العيش، بياع الخبز. قال معايا الخبز الطري، معايا الطازة، مين يحب يأكل مني خبز؟ كل الناس قالت له أنا. وأنا العيش ده نعمة من ربنا، محدش يقدر يستغنى عنها. نقدر في يوم ما ناكلش عيش؟ لا. ست طيبة كده قالت له إيه، أشتري منك عيش بس اديني أنا كتير، لأن أنا ما عنديش سنان تأكل الحاجات الجامدة، لكن العيش أقدر أكله بسهولة. الست بدأت تأكل وتقطم من رغيف الخبز. كل ما حد يقطم قطمة من رغيف العيش السنبلة تضحك وتتبسط، والسنبلة اللي قاعدة على القطر يحصل لها إيه؟ تزعل وتقول يا بختك يا بختك، ضحكت كتير قوي وأنا شايفة ضحكتك في كل حد بياكل حتة من رغيف العيش اللي أنت دخلتي فيه، وأنا محدش حاسس بيا وأنا محدش شايفني. جه الليل والقمر طلع في السماء، بصت للقمر وقالت له إيه؟ ممكن أطلب منك طلب. نزل شعاع القمر عند القطر وقال لها عايزة إيه؟ قالت له ممكن ترجعني تاني الأرض. قال لها ترجعي الأرض تعملي إيه؟ قالت له أرجع تاني الأرض أرجوك، أنا سبت الأرض وجيت هنا لحد حاسس بيا ولحد شايفني ولحد عارفني، فكرت في نفسي بس، فكانت النتيجة إن أنا فضلت أنا وحيدة. عمري ما ابتسمت من ساعة ما سبت الأرض، عمري ما فرحت، رجعني تاني الأرض. شعاع القمر قال لها حاضر هرجعك الأرض. نزل شعاع القمر وشال السنبلة ورجعها تاني حقل القمح أول ما القطر عدى عليه. اتدحرجت في الأرض، مين أول واحد شافها؟ الفلاح. الفلاح قال لها إيه ده؟ أنت جيتي؟ قالت له ما أنا كنت على شباك القطر. قال لها إمتى؟
قالت له لما انت ركبت؟ قال لها لا شفتك ولا عرفتك. قالت له انا هنا، انا هنا رجعت لك تاني. قال لها يوم من يوم ما سبتي الحقل ده وفكرتي في نفسك ما شفتيش يوم حلو ابدا. قالت له فعلا، لاني سبت ارضي، سبت المكان اللي اتولدت وعشت فيه، وقلت عايز اروح اعيش في مكان تاني بعيد واشوف ناس جديده واشوف بلاد جديده. لا انا اتبسطت ولا حسيت ان انا الحاجه اللي كنت بتمناها هي اللي كانت مفروض اعملها او مصدر سعاده ليا. انا رجعت تاني لارضي، ارجوك ازرعني من جديد وهكبر في الارض دي وهبقى سنبله قمح في الارض دي. وقتها لو سالني شعاع الشمس تاني مش هطلب اروح عند شباك القطر، هطلب حاجه تسعد كل الاطفال والكبار، لان ربنا خلقنا مش بس عشان نعيش لنفسنا، لكن عشان نبقى مصدر سعاده لكل الناس اللي حوالينا. وهي دي فعلا سنابل القمح، سنابل الخير، سنابل العطاء. ايه رايكم بقى في قصتنا؟ حلوه قوي. ليه بقى حلوه قوي؟ عشان السنبوله. السنبوله عملت ايه؟ السنبوله ما فكرتش في نفسها، في الاخر ما فكرتش في نفسها. فدايما السعاده ان احنا كمان نبسط الناس اللي حوالينا، وقتها نحس ان احنا مبسوطين وسعداء. اصدقائي، دي كانت قصتنا من نافذه القطار اللي عرفنا فيها حكايه سنابل القمح الذهبيه وحكايه السنبوله اللي سابت ارضها وراحت عند نافذه القطار، وفي النهايه رجعت تاني لارضها ولوطنها لانها ما تقدرش تستغنى عنه. اشوفكم في حكايه جديده من حكايات ماما سماحه.